سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل في وقت قصير استطاع أن يشد إليه الانتباه. هو ملحن شاب في ألحانه صدق وفي أدائه دبرة جديدة. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الفنان الملحن حسن نشأت. أهلا ومساء الخير يا أستاذ حسن. مساء الخير يا فندم. أنا سعيد جدا بوجودي في بيتك، وفيه قدر كبير جدا من البساطة والإيحاء، يعني بيانو ومجرد أربع نجفات كهرباء، أربع لمبات كهرباء بساط جدا لكن بيكونوا تشكيلة جميلة جدا، وبعدين مروحة عشان تحميك من إيه، من الحر في شقتك البسيطة الجميلة. والحقيقة دايما بيبقى الواحد لازم يبقى بيختار أشياءه بحب. فيمكن الوصف اللي حضرتك وصفته ده مظبوط، لانه يعني ايه، ده عباره عن شمعدان عادي، بس بدل ما هو شمعدان فيه لمب كهرباء. واحلى حاجه في الدنيا الانسان يبقى بسيط، بسيط ونفاذ، لانه فعلا انا لما يعني سمعت كثير من الحانك فلقيت فيها خاصيه النفاذ الى القلب، وده شيء جميل جدا. هي المسألة برضو زي ما بنقول دايما، أو زي ما تعلمنا الحقيقة، التكامل نفسه أصله صدق. فإزاي يبقى دايما الإنسان بيبحث عن التكامل أو عن الصدق بشكل المعرفة واستخدام كل أدوات المعرفة وفي التوصيل. والمعرفة محتاجة تواضع، لأنه إيه، في العافية الواحد يعمل حاجة تانية، إنما في قعدته البسيطة في قراية كتاب في أي شيء بتبقى فعلا ببساطة شديدة جدا. أستاذ حسن، في رمضان اللي فات كان في برنامج اسمه تسالينا، برنامج خفيف كده 10 دقائق، وانت اللي عملت المقدمه اللحنيه لهذا البرنامج. يا ترى تقدر بانك سمعنا تسالينا تسالينا هات ودنك يا اخينا والكلام ده؟ ده اللي كان بيغنيه الاستاذ امين الهنيدي وصفاء بالسعود او نبيل عبيد. ايوه مدام نبيل، اسمعه كده اذا كنت فاكره. انا هحاول افتكر. يعني قول اي الفاظ بتعجبك زي بعض، بس ادلنا اللحن، يعني انا عارف انك ما انتش فاكر. تسالينا تسالينا هات ودنك هات 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 ودنك يا اخينا. تسالينا تسالينا هات واسمع هات 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 واسمع تسالينا. هنجيب لك فزوره فزوره وحكايه وحكايه في نكتايه، وتتفرج على الدنيا الدنيا دنيا استنجلينا. لازم نلعب بيها لازم قبل ما تلعب بينا، لازم لازم نلعب بيها لازم قبل ما تلعب بينا لازم. وان جت يوم تغلبنا نغلبها بتسالينا. تسالينا تسالينا هات ودنك هات 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 ودنك يا اخينا. تقريبا كده. ظريف جدا حقيقه، انا نفسي كنت ناسي. كويس اللي انت فاكر الكلام، يعني هو مش بالظبط، انما يعني قريب من كده. قريب. طيب، يعني في الكلام ده بيقول لك لازم نلعب بيها قبل ما تلعب بينا. ايه رايك في الكلام ده؟ والله هو المفروض يبقى دايما التغلب على الحياه باشياء كثيره جدا، يعني المتاعب اللي بتقابل الانسان من بدايه الخليقه الى الان، يعني مثلا المتاعب في البرد وفي الحاجات دي كلها وتقلبات الجو وهروبه للكهف للاشياء دي كلها، ابتدى يفكر ان هو يعمل حاجه بنا خاص الى ان اصبح عمارات يعني. فهو دايما ايه، عمليه ان الانسان يتغلب على الزمن. طبعا ما فيش حاجه اسمها ان احنا نضحك عليه ولا نغلبه ولا حاجه، انما احنا بنحاول ان احنا يعني ايه، يعني الانسان دايما في كل مراحل تطوره حاول ان هو يعمل ضحكه، حاول ان هو يعمل شيء علشان خاطر فعلا يحصل نوع من انه يتغلب على مصاعب الحياه. يعني هو شوف، هو ايه الحقيقه، اصل هو الانسان غلبان قوي الحقيقه، يعني غلبان حتى سيبك من الظروف الدنيويه كلها، على المستوى القدري هو غلبان. طب واخد بالك، يعني
يعني مليش عارف، مش عارف له بداية ولا نهاية، مغلوب على أمره، قدر المفروض عليه والآخر، واخد بالك؟ فالكاتب أو المؤلف أو الفنان بيقول لك لازم نلعب بيها قبل ما تلعب بينا. هو هي هتلعب بينا، هتلعب بينا مهما، فيش فايدة يعني، الدنيا هتلعب بينا وهتقوم ضربانا يعني، يعني ومنيمان إلى آخره يعني. فنلعب بيها إحنا يعني نوع من المغامرات الكيشوتية. أيوة. ان الواحد بيحاول يثبت لنفسه انه يقدر يعمل حاجة يعني. ايه بالضبط، ده صحيح. وفي الحقيقة انا بيحضرني دلوقتي برضو لكاتب قال في نفس المعنى، يعني بيقول ايه: ولا كل من جذب الطريق سالك، ولا كل من ركب الخطر هالك، ولا كل من ركب الطمع طالك، ده الملك للمالك. بيقول يا دنيا ايه مالك، يا مطولة بالك ومدلدل احبالك، يا دنيا يا لوايا ما تعديل الآية وعدي لي حالك واسحي لنصحى لك، ده الملك للمالك. يعني هو برضو هنا عمال بيدعى. كلام جميل قوي ده، ده انت لحنته ده ولا ايه؟ اه الحقيقة لحنته. طب ما تسمعها قوي قوي. كلام جميل. ولا كل من جذب الطريق سالك، ولا كل من ركب الخطر هالك، ولا كل من ركب الطمع طالب، ده الملك، ده الملك للمالك، ده الملك للمالك. ولا كل من جذب الطريق سالك، ولا كل من ركب الخطر هالك، ولا كل من جذب الطمع طالب، ده الملك، ده الملك للمالك، ده الملك للمالك. يا دنيا ايه مالك، يا مطولة بالك ومدلدل احبالك، يا دنيا يا لوايا، يا دنيا يا لوايا، ما تعدلي الآية وعدلي حالك، عدلي حالك واصحي لنصحالك، ده الملك، ده الملك للمالك. يا سلام عزيزة، واصحي لنصحالك، ده الملك للمالك. يا ريت الناس يصحوا فعلا. ها طب استاذ، هو يعني برضو الصحيان ده، وال يعني الدنيا الحقيقه برضو بخير، وطالما انه بتطلع شمس جديده، وطالما ان الناس باستمرار بتحاول تعمل شيء من الاخلاص في عملها وبتحاول تدي طاقتها، لابد ان الدنيا تتغير وتبقى بشكل افضل في كل الاشياء. من الاخلاص لعملها وايضا من الحب، يعني العالم بيفتقد الحب فعلا يعني أن يحب الناس الناس، وأن يحب الناس القيم، وأن يحب الناس الأرض، وأن يحب الناس القدرة، وأن يحب الناس السلام، ولا إيه؟ طبيعي، هو كلمة الإخلاص أصلها حب يعني. حتى الواحد على المثل الشعب البسيط يعني في التعامل الشعب البسيط بيقول إيه: فلان ده مخلص لازم يشفعها بكلمة بيحبني يعني. دايما الإخلاص فعلا محبة. طب أستاذ حسن، أي يعني عموما أنت إيه رأيك في اللحن العربي ما وصل إليه حتى الآن؟ يعني عاوزين كلام صريح ويضع النقط على الحروف. هل غالبية الألحان التي تسمعها هي ألحان تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس بالفعل، ولا عملية الإلحاح والتكرار بتؤثر في واقع الناس وتخليهم يغنوا غنى مفروض مثلا كان يغنوا غيره؟ هو الحقيقة ما فيش شك أنه ده في مثل أبتدي به الكلام، انه عندنا مثل شعبي، واعتقد انه جميع الامثال في العالم العربي واحدة، يمكن تختلف في اللفظ لكن في المعنى كل واحد. بيقول ايه: الدوي على الودان امر من السحر. فالحقيقة اجهزة الاعلام بتفرض الاغاني لدرجة ان انا شخصيا ببقى ماشي مش حابب غنوة، لكن بتكرارها انا بمشي اكررها، وانا بكرر ده بحاول اوقف نفسي، ما بيمكنش لان انا خلاص يعني وداني اتملت كده. بنيجي لعملية الاغنية. هو ما هو ما هي الاغنية؟ الاغنية لها شقين: الشق الغنائي في الكلمات الغنائية، والشق الموسيقي اللي بيحطه الملحن علشان خاطر يترجم معاني الكلمات دي. فبالدرجة الأولى الأغنية كلمة، والكلمة إن لم تكن مفيدة فهي كما الأشياء المخدرة.
فلما بنلاقي مثلا أغاني كلها عبارة عن أن يتحول الغناء في فترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي إلى أنه فيه حبيب بيطلع المطرب يغني أغنية بيقول فيها عن حبيبته اللي هجرته واللي شافها بتبتسم لواحد تاني واللي يعني حاجات بالشكل ده. يعني بقينا بنجيب النماذج المرضية في المجتمع للأغنية، والمفروض ان احنا نقول النماذج السليمة، النماذج الكويسة، ال- 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 الوفاء والإخلاص اللي في الإنسانة دي، مش بنجيب النموذج المريض علشان خاطر نقدمه. العكس برضو بالنسبة للمطربة، بتطلع المطربة تقول يعني ازاي انت هاجرني، وازاي هو قاسي جدا، وازاي هو متجبر، بقى مفيش لحظات حلوة. طب يعني هو ده خلاص، يعني بقى الحب عندنا في مجتمعنا هو ده؟ وطبعا بما ان الغنى بيتغنى باسمى الاشياء، واسمى الاشياء هو الحب، وانه لا يمكن الدنيا تعمر من غير حب، ولا يمكن الانسان يتبني يعني على 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 شيء غير الحب ويكون سليم. يعني الانسان السليم لازم ان يبنى على حب. يعني كويس الحقيقة، يعني هو اختيار الكلمات عملية هامة جدا، لأنه هو الأساس، القاعدة الرئيسية اللي بيتبني عليها العمل الفني بعد كده. وطبعا يعني بلا شك ان احنا محتاجين للكلام عن القيم والبناء ودفع الإنسان إلى الأمام وتطهير نفسه، ويعني إشاعة أجمل المعاني اللي فيه. لكن يعني مش ضروري كل الأغاني تبقى كلها كده. يعني لا، اللي حصل النهاردة اللي هم نتطرف فيها إما كل الأغاني يعني تقول يا حبيبي يا هاجرني يا ظالمني يا إلى آخره، وسايبين القيم، وبرضو ما تبقاش كلها قيم، لأنه برضو الأغنية تعبير ساعات يعبر عن الفرد، عن الإنسان وحالاته والحب وعلاقته بالحبيب بالشخص الآخر. ولك أنت طبيعي يعني في مثلا نوع من الأنواع بتاع الأغاني اللي بتعلم الناس إزاي إنهم ما يسعوش، وازاي انهم فعلا يقعدوا يعني ما يعملوش حاجه خالص، حتى ما يدوش شيء في واقعهم ولا حتى لخدمه نفسهم. زي مثلا يقول ايه موال، بيقول لو كان بكايا على اللي راح يجيبهولي لتني ابكي عليه واخلي الناس يبكولي. طب هم هيبكوا ليه؟ طب انت صاحب المشكله. طب ما بدل ما بتبكي والناس تبكي، ما تقول انا ادور والنبي اللي بيحبني كمان يدور معايا على المحبوب ده. يبقى في هنا خطوه لقدام في انك حتى على الاقل بتدور، انما مش تقعد تندب حظك والمسائل دي كلها. مساله ما هياش يعني. لا هو ده، هو عاوز يقول لو كان البكاء بيفيد كنت بكيت وخليت الناس يبكم، انما هو اصلا عاوز ينفي فائده البكاء، ان البكاء بلا جدوى. ما هو ما خدش يعني ما خدش خطوه، قال كده وخلاص وما اي خدش اي خطوه. بالنسبه للمزيكا بقى كمان المصاحبه، ففي شيء هام جدا، انه كل عصر في له معالمه. فليه الغنوة تقف عند حد وما تسيرش هذا التطور؟ يعني الريتم البطيء اللي هو جبلت عليه الاغنية العربية بشكل ما، الرتابة في التعبير، الحاجات دي كلها لابد انه يحصل تطور عصري. عملية انه المغني المحترف صاحب الصوت الجميل، كما مثلا ايه الاصوات كما الممثلين زمان في يعني في بنسميه في العصر الرومانسي كده، لازم يبقى يعني ايه وسيم جدا، جميل الطلعه، مناخيره لها مقاييس معينه، حاجات وكانه ويطلع بطل لجميع الافلام. يعني يطلع فقير ويطلع غني، وكانه يعني ما فيش في الدنيا يصلح لهذا المسألة إلا إيه؟ طب ما في ناس لها شكل عادي جدا وبيبقوا أبطال وبيبقوا في واقعهم كده. فبتيجي المسألة دي بنبتدي نقول إنه في فرق بين إن حلاوة الصوت، وفي فرق بين المغني. المطرب دي لحظة طربية زي عملية النمنمة مثلا في الأرابيسك. النهاردة إحنا يعني برضو تخطينا هذه المسألة. فبيجي هنا صوت المطرب ده اللي بيطرب، اما صوت المغني، المغني نفسها كلمه غنيه جايه من كلمه يغني، يعني بيغني عن اللحظه اللي انا مكتئب فيها، او بغنيه في لحظته بسريه، بقول له كلام حلو بوصل له معنى يعني هو متبنيه، شيء في حياته، حاجات بالشكل ده. جميل التخريج ده فعلا يعني. بالظبط. يعني انت ضد الفن المزوق، انت مع الفن المعبر. هو المفروض الفن يكون تعبير ومرآة للعصر، ومش بس مرآة للعصر وبس، المفروض الفنان
تصنيفه يعني، يبقى بيعبر عن وقعه وحاطط كل وجدانه في مجتمعه كاملا، وفاتح شبابيك المعرفة، وفي الوقت نفسه له ملحوظاته ورؤيته المستقبلية، ومن خلال كده يبقى بيقدم، اعتقد انه يبقى بيقدم شيء جيد. تختار لنا ايه يعبر عنك ويؤيد هذا الكلام اللي انت بتقوله من الحانك؟ متهيألي اختار لك او اختار للسادة المستمعين اغنية الشاطئ المهجور، ودي انا لاول مرة بغني، يعني انا المفروض ملحن، انما لاول مرة بغني دي كانت في حلقات الشاطئ المهجور اللي بتاعت اللي اتذاعت في رمضان في التلفزيون. ايوه دي نجحت نجاح كبير قوي، بتاعت حسن يوسف وكان ممثل فيها وكده. ايوه والحقيقة انا بحس انه الكلمات دي يعني كلمات بتمس واقع ناس كتير جدا. واللحن برضو يعني الحكم للسادة المستمعين برضو لحن جديد في وسائل تعبيره، وكان ايضا لابد من انه يبقى في صوت جديد بيقوله، فده يمكن اللي خلاني انا اغنيه، فنسمعه سوا مع بعض. مروح في الغروب يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب، قلبي يطير مروح مروح في الغروب يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب، عطشان مية في ايديا حيران مش لاقي مراسية، دور عن ناس في قلوب الناس دور عن ناس هتلاقي الخير والخير في الناس، دور عنا دور عنا، بتضحك سكالية وتبعد تاني بيا، بتضحك سكالية وتبعد تاني بيا، أتاري الدنيا صعبة والخطوة هي هي، واخدني ليه بعيد يا حلمي يا عنيد، واخدني ليه بعيد يا حلمي يا عنيد، على شواطئ الغربة على شواطئ الغربة، دور عن ناس في قلوب الناس دور عن ناس في قلوب الناس، هتلاقي الخير والخير في الناس، دور عن ناس دور عن ناس، يا خطوتي خديني للشط وقربيني، يا خطوتي خديني للشط وقربيني، نسيت اسمي ونسيني الفرح واحلى صحبة، يا شط يا مهبوب جوايا دم موصول، يا شط يا مهبوب جوايا دم موصول، على شواطئ الغربة على شواطئ الغربة، على شواطئ الغربة على شواطئ الغربة، بالفعل هايل هايل. وهو ده يمكن بصراحة احد الاسباب اللي نجحت الحلقات، مش يعني قطعا كل العوامل متكاملة، العوامل الفنية اللحن المميز الاداء التمثيل الاخراج كله، لكن قطعا اللحن ده يعني بقى الناس اتشدوا اليه. عاوز اقول فعلا انه كان من الواجب ان تبدأ حياتك مغنيا، ان صوتك فعلا بيمثل صرخة، بيمثل شرخة، بيمثل حاجة بتوصل القلب، واخد بالك ما هوش متزوق، في صدق كبير قوي وفي احساس مليان احساس. يعني انا ادعوك الى الغناء، لانه فعلا انت عارف حتى الناس في الخارج بيغنوا يمكن ما لهمش صوت قوي، ما لهمش طبقات ايه، ما لهمش مش عارف افلات ايه، لكن صوته مؤثر وفيه شحنة وبيستطيع ان ينقل هذه الشحنة الى الاخرين.
بالظبط زي اي واير يعني يكون فيه فرده مش سليمه فيه. فلما نيجي نوصل من جهاز لجهاز عمره ما هيوصل ابدا. فمش مهم انه جمال الواير ولا شكله ولا المهم درجه التوصيل ودرجه الجوده دي في كل الاشياء مش السلك لكن التوصيل. طيب عمليه التوصيل اللي هي فعلا اساس الفن, انت بتشوف زمان انت يعني عبرت عنها في لقطه سابقه وانت بتقول زي الارابيسك والنمنمه بتاعها. أيوة. ويقف ويلحن الحرف ويلحن الكلمه واو الاخر. طب اديني مثال مثلا كده لتلحين انت بتشوف انه هو معبر, ولو كنا مثلا هنسمعه بصوت مطرب قديم من بتوع النمنمه والزخرفه والسجع والمحسنات التطريبيه كان يتقال ازاي ممكن؟ اي ماشي ادي لك حضرتك مثال يعني مثل لحن للفنان الأستاذ محمد فوزي. اللحن متطابق في عملية تصوير التفاؤل والأمل اللي بيقوله الكلام. فيقول إيه؟ غني للدنيا مهما كان منها, تضحك الدنيا لو تغني لها, غني 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 للدنيا. فلو شفناها بالشكل القديم يعني برضو هتحس الفرق. الترابيش تطير والعمم تطير وقاعد والكلام ده هو. وطبعا مش هيخلص الغنى هنا بالطريقه ديت, انما على بال ما يقول باقي الغنوه طبعا يكون اليوم انتهى. لازم يعيد ويزيد وكده. طبعا يعني هو طبعا لون من التربيه الفنيه الطويله. يعني هو في مستمع لما تقول له ايه يقول لك هي دي الدرر اللي احنا بنضحك عليه ده, يقول لك هي دي الدرر وهو ده الفن وهو عاد فيه فن الى اخره. يعني عملية الانصباب الطويلة وصب الأشياء والألحان في نفس الإنسان, يعني تلاقي الجيل الجديد نفسه بيجري على الألحان السريعة وألحان الغرب وهكذا. يعني ده حاصل طبعا. طيب أستاذ حسن, يعني عملنا دلوقتي جولة في الزمان سريعة جدا, ممكن نعمل جولة في المكان برضو. يعني هل تحضرك بعض ألحان من البلاد العربية أو من خارج مصر؟ أنا كنت عامل حلقات في رمضان للسعودية, فهي كان عبارة عن شخصية جغرافيا وبتدي معلومات عن البلاد من خلال. يعني إيه شخصية جغرافيا؟ يعني هي بتمثل شخصية, يعني هي كما لو كانت الكرة الأرضية مثلا. يعني أو أطلس يعني. فهي من خلال يعني إن إحنا بنتكلم عن البلاد بشكل فزورة وعلى المستمع انه يعرف ايه الفزورة دي. ظريف. فكان من ضمن الفوازير حلقة عن قطر. هو فيها نفس الريتم بتاعهم وجو اللحن. هو طبعا اجتهاد جيد منك انك انت تحاول تعمل مثلا لحن تونسي او لحن لقطر بواسطة السماع او بواسطة اصدقائك, لكن يبقى اجمل لو سافرت. يعني هو لو رحت. يعني هو مثلا هقول لحضرتك حاجة, في مثل حي دلوقتي ان انا يعني احنا مش محضرين. يمكن الـ في لوحه قدامي هي الاسطوانه. مكتوب عليها من تراثنا. فين؟ قطر. يعني مثلا هم دول اسطوانتين هم عاملاهم دوله قطر, وزاره الاعلام, مراقبه الموسيقى والغناء. فيها الاغاني اغاني التراث بتاعتهم. ما هو ده شيء ظريف. انا من قبل ما اشوف الاسطوانه دي وهو فعلا رد عليا. هم اسطوانتين. اسطوانتين. هم اسطوانتين. يعني الواحد من الحقيقه ما بيسيبش
فرصة علشان خاطر يعرف فيها ال... يعني هو طبعا ده كلام جميل وواجب. يمكن حضرتك بتقترح انه يعني ايه ان ارحل بحثا عنها. انا استحثك لهذا. ارحل يعني هاجر يعني مش تهاجر يعني واخد بالك، اخرج من نفسك، اخرج من ال... من من اي قبر واخد بالك، و... وتحرك في الافاق. الحقيقه لانه انا مانيش يعني لا املك من المال الكثير، فيعني انا حصل لي تجربه قريبه انه كان عندي دعوه للكويت، فرحت فعلا وشفت سمعت اغاني الغوص وسمعت الفولكلور بتاعهم وعشت في ارتامهم. فيعني انا الحقيقه على قدر ما بستطيع بقدر اعمل النقطه. طيب طب استاذ حسن، ما دام بنتكلم على الفولكلور وكده، يا عملتش اغاني فولكلوريه يعني معتمد على اساس فولكلوري مثلا، اغاني عمل، اغاني؟ انا عملت اغاني فيها عمل، اغاني يعني عماليه، والحقيقه لها قصه غريبه برضو معايا. هو الحقيقه مش غريبه زي ما حضرتك قلت، ان انا كان عليا يعني المفروض ان عليا ان انا ارحل علشان اشوف كل التراث الانساني ده في اي مكان ما. فبرضو كان فيه رحلة داخلية علشان ابحث ازاي العمال بيغنوا. لقيت عمال بيغنوا، كنت بعمل فيلم اسمه اغنية على الممر. فزي ما بنشوف عندنا هنا البنايين ازاي بيبنوا، بيبقى كل الناس طالعين على السقالة وشايلين الخرسانة وشايلين الحديد وشايلين الزلط وشايلين المونة، كل الحاجات دي كلها. لكن فيه رئيس العمال، رئيس العمال ده بيبقى واحد واقف يغني، ما بيشتغلش حاجة خالص غير انه بيغني، وبياخد اجر اكبر من اجر الراجل اللي بيشيل الحاجات على ظهره ويطلع بيها لفوق. ليه بقى؟ لان الغنى هنا بيعمل دفع للعمل. فيقول مثلا ايه، صلي 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 على النبي، صلي صلي وانا ايه فاضلي، صلي غيرك انت يلي، صلي ضلك في ضلي، ضلي خليك تملي، صلي ضلك في ضلي، صلي. فدي بتدي دفع للعمل. في 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 مثلا ايه، في مثلا الصيادين. الصيادين ممكن برضو نسمع لهم غنوة انا عاملها. بتتكلم برضو عن عملية ازاي بيبدأوا. إيه؟ بيقول واحد واحد والباقي هو، واحد واحد ولا دايما الا للواحد، والرازق هو واحد واحد. ونسمع باقي الغنوة. واسع
الأضيق من خرم الإبرة يا بحر. وساعات تانية بتكتفنا بريح القهر. واحد 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 انت والدنيا. واحد واحد انت والدنيا. واحد واحد والباقي هو. واحد واحد الباقي هو. واحد واحد الباقي هو. واحد واحد جميلة فعلا أستاذ حسن، وفيها الجو يعني، يعني واضح قوي أنك طبقت اللي أنا كنت طالبه منك دلوقتي، وهو المعايشة، أن تعايش الأشياء فقط عن يعني، حتى اختيار كلمة الكلمات بتاعت واحد وكذا، فعلا في ناس بيقولوا حاجات زي دي بالضبط يكاد يكون بالنص. بالضبط آه بالضبط. في زي مثلا يعني إيه بالنسبة برضو الأغاني العمل، أغاني العمل أصلا بتمتاز بحاجة يعني إيه المفروض ان الساده المستمعين يمكن سمعوها وعارفينها، تمتاز بالحركه، لانه العمل حركه. فانا حتى ده يمكن اوحالي بفكره اغنيه جديده بلحنها دلوقتي الاستاذ هاني شاكر، ففيها برضو شكل العمال يعني، يمكن اقول تصلي صلي صا ده، فهي دي برضو بتقول مني ليك، هم بيقولوا مني ليك مني ليك مني ليك مني ليك الورده دي، مني ليك خد ورده هديه مني ليك، ابو عين جميله بتسمى تقدر تسيب حتى النسمه، لو قسموا الدنيا اسمها اختارك وشاور عليك والمس ايديك بشفايف الورده، ومني ليك خد ورده هديه مني ليك الورده هديه مني ليك كده يعني. ظريف على طول تبص لأ ناس تحركوا معاها وكلهم بيردوا منه ليك. بالظبط. طب استاذ حسن، احنا ما نقدرش نتكلم على الفولكلور من غير ما نطرق يعني اعظم تراث في الفولكلور وهو الموال. موال يعني واضح ان اي عربي بيسمع الموال بيندمج ويقول اه ويعيش بالكامل مع كلمات ولحن الموال. ايوه طبعا. انت عملت في الموال ايه جديد يعبر عنك؟ والله في الحقيقه يمكن المواويل لها عندي جانب، لكن كان جانب المتمرد، بمعنى ان انا الحقيقة ما كنتش عايز اسيب الموال في حاله زي ما هو، بقدر ما يعني اعمل له حس درامي واختار له شكل من اشكال. هو موال موال، الموال بيمتاز بالغناء الحر. فانا عملت تجارب كثيرة في الموال، منها مواويل ايقاعية، يعني الايقاع المصاحب بيغني حر، لكن الايقاع المصاحب يمكن ايقاع عنيف وسريع الحركة. وفي موال تاني ممكن اسمعه لحضرتك دلوقتي، الموال ده انا مستخدم فيه آلة البيكالو، آلة نفخ زي الناي بالضبط، والعود اسمها ايه؟ البيكالو. بيكالو بيكالو اللي هو الفلوت يعني. ده زي الناي والعود فقط يعني، هما الآلتين دول، وبقول الموال بحس الكلمات الموجودة فيه. وممكن نسمعه أرجوك. صياد صياد وناس
تبيع في نفوس الناس وناس ناس ناس الظلم ما ليها وناس ولا حد حاسس بيها مين القرش حكمنا ومخليها عليها وطيها ده. يعني شوف بقى زي ما اتكلمت على صوتك قبل كده، اولا الموال فعلا شكل جديد، بس شكل بيعمل تطوير لا يخل بروح الموال، وده يعني المطلوب، لانه التطوير احيانا بيدفعنا لان احنا نخرج خارجا عن روح الاشياء فبتفقد قيمتها، انما ده ما فقدش روح الموال، انما كمان ادائك فيه رائع 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 يعني. والموال مجموعه من الانسانيه الجميلة المقطرة يعني، والساخنة أيضا يعني، صوتك يتميز بأنه صوت ساخن فعلا يعني. متشكر جدا الحقيقة، يعني هو إيه نوع من الإحساس بال 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 بعملية توصيل القيمة للناس. طب أستاذ حسن، يعني صوتك هذا الساخن، هل كانت حياتك أيضا ساخنة؟ وإلى أي حد؟ هل إلى درجة الغليان؟ أنت جاي منين؟ وأنت أصل حكايتك إيه؟ يعني هو اللي جوايا يمكن لسه هطلعه. طبعا انا اذا يعني خدنا بتعبير السخونه ديت، ففعلا كلمه السخونه والحراره ديت جوايا منها الكثير. اولا انا من المحله الكبرى وجنبها بلد تانية اللي هي دي بلد اساسا بلد قلعه صناعيه يعني معروفه من قلاع الصناعه، صناعه النسيج بالذات، ففيها مجتمع عمالي، والجزء الباقي اللي هو يعني والدي من أسرة فلاحين بيروحوا الغيطان وكده يعني، فالغنى كان بيشكل الحقيقة في وجداني أشياء كثيرة جدا. فالحقيقة الفلاحين وغناهم والصبح لهم حال، وفي الري لهم حال، وفي عزيق الأرض لهم حال، وفي جمع المحصول لهم اغاني ولهم حال. فمثلا حتى انا بيحضرني غنوه من اغاني الحصاد، فكانوا مثلا ده يعني انا متخيله ومستوحي من الحركه. تقول كده
رفرف يا طير العلالي على راس الدراس، رفرف يا طير العلالي على راس الدراس، وضوي يا نجم العلالي في قلب الليالي، اضوي يا نجم العلالي في قلب الليالي، لجل حصبي ايدي غلالي ورزق الحلالي، رفرف يا طير العلالي على راس الدراس، حاجة كده. فالحقيقة كان للتركيبتين، تركيبة الفلاحين للتركيبتين، تركيبة الفلاحين وتركيبة العمال، النول اليدوي ثم النول الميكانيكي، كان لهم حاجات كتيرة جدا. ثم تكوين آخر، انه عندنا في البلاد دي الاحتفالات الدينية لها مظاهرها اللي يعني ايه الساخنة جدا، كلهم ناس متدينين جدا، مجتمع بتقل فيه السينمات وبتقل فيه الحاجات دي كلها، فاهتماماتهم بالذكر والمشايخ الصوفية، وأنا كنت أحد أفراد فرقة إنشاد للطريقة الأحمدية الشناوية، وده كان بالصدفة أنهم لما كانوا يعملوا المولد بيطلعوا الطرق مثلا الصوفية كلها بكل هيئتها، يعني مثلا الرفاعية، الأحمدية، الشناوية، الشاذلية، الإبراهيمية، كل هذه الطوائف بتطلع. فأنا كنت في الطائفة بتاعتي ديت، كانوا هم لازم يستبشروا بطفل يكون لسه ما وصلش لسن البلوغ، علشان بيبقى صوته له مميزات خاصة، رفيع، وبيتبشروا بيه. فكنت ألبس الشارة بتاعت المشايخ الخضرة دي وأبتدي أنا أقول إيه، يا ربنا يا عالي الشاني، هم يقولوا هو الله صلي على طه العدناني، روح الأرواح من جد بنا بحات قدسية نال العطية. يبتدي الـ 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 الإيقاعات العنيفة جدا والكاسات اللي بتشتغل، وهو الله والكلام ده كله والغنى بتاعهم الباقي. فيمكن برضو ايه عشت الحاجات دي، عشت الحقيقة بقى باقي غنى الطوائف، يعني مثلا حتى في الإيقاعات انا مميز بالنسبة لعملي بالإيقاعات، فما كنتش بعرف ليه اجي لغاية تقريبا فترة الظهر دي كده ما احضرش الغدا، وعندنا نظام في البيت لازم الغدا يتحط والوالد موجود وكل الأسرة مكتملة، وإذا نقص حد بيتسأل عنه ويمكن مثلا ما يأكلوش أو يعاقب بعلقة. فأنا الحقيقة كنت باخد علقة كل يوم لسبب ما بعرفوش أو ما كنتش أدركه في, 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 في هذا الوقت، إن أنا كنت باجي في الوقت ده وأروح هربان وناسي نفسي وناسي الأكل، وأروح على منطقة اسمها سوق الحدادين، الناس بيدقوا على السندان، وأفضل مستغرق هناك لغاية ما يدوروا عليا ويطلقوا مناديين، لأن أنا طفل يعني، يطلقوا مناديين وبتاعوا فعلا يلاقوني فيجيبوني البيت وأخذ العلقة، وكل يوم برضو بعمل نفس الحكاية. فأنا الحقيقة ما لقيتلاش، كان يمكن السؤال ده مطروح عليا وسألوه لي أبويا وسألوه لي ناس كتير جدا، لكن الإجابة جت بعد كده لما لقيت نفسي الظروف سأتني أن أنا أبقى ملحن، فعرفت أن أنا فعلا كنت بتشكل وجداني بالشكل ده من غير ما أقدر. طب عن دراستك الموسيقية وكده، لما جيت للقاهرة فطبعا التحقت بمعهد الموسيقى العربية وخلصت الدبلوم، وابتدأت يعني فعلا أمارس هوايتي في إلى أن بقيت ملحن. طب أستاذ حسن، أنت غنيت، مين غنى لك لغاية دلوقتي؟ أنا غنى لي الأستاذ محرم فؤاد، السيدة شريفة فاضل، الأستاذ محمد رشدي، أستاذ هاني شاكر، والسيدة هدى زايد في أغنية لو العين. شوف الحقيقة بقول لك السؤال ده وأنا من الشديد الاهتمام بالحكاية دي، يعني مش مهم يغنوا لك، يغنوا أو ما يغنوش ده مسألة ثانوية، لأن أنت تستطيع بصوتك أن تحمل ألحانك بالنبرة الحادة اللي فيه واللي بيوصل للقلب، وأنك تستطيع فعلا أنك تعمل شيء جديد في اللحن العربي. وفي الحقيقة حتى أنا معظم أعمالي كانت أعمال درامية، يعني
مسلسلات وموسيقى تصويريه وحاجات بالشكل ده. لانه انا دايما بحس انه يعني بحب اختار المواقف والكلمات وحاجات بالشكل ده. فالغنوة عندي اصلها ايه يعني يعني اعزها جدا لدرجة ان انا مش على استعداد ان انا اعمل كل يوم غنوة او اي كم من الاغاني ما يعجبنيش. لازم يكون فيه كلام جديد ويكون فيه طريقة جديدة. طب نسمع ايه من الحانك المسرحية؟ انا عملت المسرح كمان في عندي مسرحية نرجس. ممكن نسمع مسرحية نرجس برضه. هنحس في المسرحيه بعمليه البناء الدرامي في الجمل اللحنيه. في حاجات كتيره جدا بتغنيها السيده سهير البابلي والاستاذ حسن عبدين. ونسمع مع بعض. أستاذ حسن، يعني في الآخر حقيقة احنا كنا عاوزين ناخد منك عديد من الألحان، وفي الواقع انه لحنك زي ما بقولك بيعبر عنك فعلا، يعني بيقول الكلام اللي انت عاوز تقوله. لكن لو سألتك آخر سؤال وأقول لك ايه الأمنية اللي بتتمناها وايه اللحن اللي تحب تقدمه في نهاية هذه السهرة؟ بتمنى
تمنى أصبح نسمة بمورد مكرر مكرر وسط الصهد ترفرف للعرقان نسمة ترفرف على العامل والزارع من البحر المالح والإبلي إصوان بتمنى 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 أبقى قنديل بينور بينور للفقرا سكي بكرة أصبح حرية للشعرة أصبح حرية للشعرة وكلمة وكلمة وفكرة بتمنى أبقى قنديل بينور بينور للفقرا سكي بكرة أصبح حرية للشعرة أصبح حرية للشعرة وكلمة وكلمة وفكرة شجرة خيلها بيطرح للناس من كل بلاد الدنيا ومن كل الأجناس شجرة خيلها بيطرح للناس من كل بلاد الدنيا ومن كل الأجناس بتمنى أبقى تمرايا 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 تحنى يهديها عاشق من حب وغنى أبقى تمرايا تمرايا تحنى يهديها عاشق من حب وغنى لم البسمة والخال لم الحسنة والشال لم الخلخالة برنة مليانة مليانة محنة وبتمنى أبقى توب الفرحة والطرحة بتمنى بتمنى وأنا الحقيقة أيضا أتمنى أتمنى لك كل تقدم وكل ازدهار في ألحانك وأن تسعد قلوب الملايين بما تحمل من كلمات مغلفة بألحان جميلة وأتمنى أن تزيد أمنياتك هذه من أجل سعادة الجميع شكرا. وأشكرك وأحييك شكرا. أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.